الصرع هذا طواف المغرب، هذا البرولوج ديال أكادير اللي احتلت فيه الصف الثاني من بعد الأمريكان ديال أكادير. هادي طول ديال البرتغال، ديال البرتغال طواف هادي كنتي 400 كيلومتر، هادي اللي كنت هربان فيها 100 كيلومتر. هادي هاد السيارة الصفراء تكون مع الآلات اللي في الآلات اللي كياخذ القميص الاصفر وصيف المحكرة. وهذا هنا كان نلوح فيه واحد القميص لان لقيت له واحد العقبه فيها 8 كيلومتر. القميص ديال المصلى في جيبه؟ ايه. حتى الخط بقات شي 50 متر هاد الشيء. كانت اول مشاركه ديال المنتخب المغربي في افريقيا؟ لا لا، هذا شي تقريبا الثالثه. هادي التور ديال بيرغاماسكا في ايطاليا. البوش السوس نامين كاتيب فاس تفكر لهم هذو السفير كم انت من اسمه كيف البيئة؟ لا ممتاز الشيء أحسن ما يبقى. هدي فجيت واحد طواف ألمانيا شاكدة مسلمة في السباق، وهذا هو اللي كان العام ديال بن سليمان الطريف هاد السيد ديال الريش دابا هو هذا الباشا. هذا التور ديال تونس اللي فيه هاد ما شاء الله هاد المتسابق الممتازين ديال الجزائر. القميص اللي عندك اللابس ديالك؟ هذا القميص الاصفر، كيف كيعني شي اصفر؟ كيعني واحد المتسابقين عرب واخدين واحد من المغرب مستقر وشاركنا معهم. هذا ألماني، هذا وخاري، هذا جزائري، وهذا تونسي. هذا واحد السباق شاركنا فيه من طنجة شالونج، من طنجة لكازا في المرحلة في ثلاث المراحل، وفي المرحلة الأخيرة ديال الفيلودروم ديال الفيلودروم. أنت كلشي الناس كيشوفوا بأن اللي فاز هنايا هو اللي غادي يفوز في هذا. ولا فزت شويه على لا سبرينت هذا من هنا فاز لنا الجمالي كنا ربح، وحنا قلنا انا درت توزيع وديك حدا الفرازيل وربحت الترتيب. كان الجمهور شحال هذيك الجمهور؟ كان بزاف. شوف الجمهور كي داير في الترتيب العام، فاز بن كحلاوه الاول ودرت انا الثاني في الترتيب العام. طواف جهوي، طواف جهوي. اي وهذه في الغالية باقي بيضك؟ هذا باقي ديال القرية فرحتها وهي هذا الطواف ديال بولونيا. مسال بزاف هذا التلج ديال ها؟ هذا التلج؟ لا لا ماشي التلج، هذاك تيعطينا ملي كنخرجو كيعطينا حركة في هذا الشيء، هذاك الشيء اللي كيجي مزيان. هذه فيها بعض المتسابقين اللي عندنا لا ما شفتي حضري اللي بوجو ديال زين. وهذا هاد الصورة كنا في طواف السلام، هاد طواف السلام فيه ثلاثة ديال الدول، تشيكوسلوفاكيا، بولونيا، وألمانيا الشرقية. كل دولة كندخلو ليها كنجلسو فيها كنلعبو فيها ثلاثة أيام، وكندير واحد النهار روبو كيكتبونا شي نهار. الطواف كان فيه شركة ديال الحليب ولا ديال التران ولا شي حاجة. وهاد المرحلة أقص 6 كيلومتر وصول، وطحت اللي تحت نط وكملت التراجع باش شي شي ديال الوقت نهايه. وهذا هو السبيكر اللي كان عندنا، وخرجوا هاد الصوره ديالي ما عرفت كيفاش عجبتهم، خرجوا منها واحد العدد وتعطوا بحال. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم ايتو فقير محمد، بطل سابق في الدراجات الهوائيه. اليوم ان شاء الله نتكلم لكم على المصير ديالي في هذه الرياضة اللي بديت في واحد بعد هذه الفكرة ديال البشكيطة كيفاش طاحت ليا في بالي. واحد الخطرة كاين واحد الواد تمايا، واد داك الواد اللي كيجي من أمريكا، جا واحد السيد قال لنا راه هذاك الواد راه جاب واحد الدراجة في الواد، انا راه لقيت ليها الكيدون ولكن الدراجة ما عرفت فين مخبيه. المهم مشيت انا واحد ولد خالتي بقينا غاديين
دزنا على الواد وبقينا فين ما بانت لينا شي كوديه ديال الرمل كنمشيو نحفروها باش نجبدوا هذاك البشكليط. نقلبوا وبعدا ضربنا شي ثلاثه تختارات في الطريق شكون اللي غادي ياخذ البشكليط. بقينا كنهضروا وانا نصايب ليها كيدون من العود وواحد المده وهذاك كاع حفرنا ذاك الواد ما لقينا لا بشكليط تا والو. ديك الساعه سبحان الله العظيم ديك الساعه وليت كنبغي البشكليط. مشينا للدار بقينا تنعاودوا لهم هكا وبقاو تيضحكوا علينا في الدار وداك الشيء. دازت هذيك المده بديت تنقرا في تما في المدرسه ديال كوريفض. كان في عمري شي 15 عام. هي هذيك بديت كان ملي كتجي العطله ديال الصيف كنمشي لمراكش كنخدم في بعد الريستورات وداك الشيء. شريت واحد الدراجه وكنت تنتمنى دائما ملي نشري دراجه غنبدا نمشي عليها للباديه تما. وفعلا ديك الدراجه 650 تيقولوا لها ديك الساعه خديتها. ومن بعد بديت كنجي وكنتلاقى مع بعض المتسابقين تيدوزوا وانا كانت عندي هذيك 650 كندوز بحالهم تما كنجي. المهم ملي كنجي عند خالتي تما في العطله كنخدم وكنجلس عند خالتي. شريت واحد البشكليط تعرفت على واحد الكورو تيقولوا له غوجبان وقلت ليه راه بغيت نشري شي بشكليط. مشى معايا عند واحد الاخ ويوريني واحد البشكليطه شريتها عنده ب 3000 ريال. ديك الساعه كنا تنقولوا البشكليطه دومي كورس. ملي خديناها عطيتو 2900 وباقي كيتسالني 100 درهم. الله يسمح لي باقي دابا كيتسال عليا. ومن بعد هذيك بقيت هذيك وليت كنمشي نهار الجمعه كنكونش خدام تنمشي لمورا ابراهيم. تنمشي لمورا ابراهيم وتنطلعو تمايا وبديت كنتلاقى مع المتسابقين تيجيو تما الصباح وتيجلسو تيديرو الطاجين تما تياكلو وفي العشيه كينزلو تاني. والمهم واحد النهار تلاقيت معاهم مشيت معاهم نزلت معاهم. الوقت اللي كنت غادي معاهم وداك الشيء بقاو كيجي يسرعوا في الدراجه زعما باش نتشل منهم وانا تبارك الله بقيت لاصق فيهم. وكنتذكر واحد المختار اللي تيقول ملقب بالدكتور بقيت غادي انا وياه وقال لي تبارك الله عليك راك عجبتيني راك تبارك الله كورو زوين واش عزيزه عليك هاد الدراجه. قلت لي عزيزه عليا. قال لي بغيتي تستمر حنا كنجيو راه كنديروا واحد السباق حدا باب جديد كنديروا تما 5 دورات اجي دير معنا. وفعلا واحد النهار مشيت ودرت معاهم هذاك السباق ودخلت فيه الرابع معاهم وقال لي تبارك الله عليك راك مزيان. ومن هذيك بديت تعرفت على هذاك الغجبان بديت كنتمرن انا وياه. جا الموسم الرياضي بدا بديت كنمشي انا وياه لطريق تيزليده طريق ورزازات حتى تنقربوا لتيشكا تنطلعوا تما توفليحت وداك الشيء وكناكلوا تما تنتغداو انا وياه وكنرجعوا. وكان تبارك الله هذاك غجبان رغم الوزن ديالو كان ملي كنوصلوا دوك الصعود كيهرب عليا في الاول ديك الوقت. المهم دوزت هذيك الوقت جا الموسم بدا الموسم في ديال الدراجات في الجامعه في الدار البيضاء. قال لي يلا نمشيو نقلبوا على شي فريق نمشيو نشاركوا معاه. كنا دايرين بروغرام كنا غادي نمشيو للخريبكا. تمينا جينا لكازا تصدقنا تلاقى هو مع شي حد قال لي علاش ما تجيوش للاتحاد الرياضي البيضاوي. قال لي شوف راه حنا غنمشيو للاتحاد الرياضي البيضاوي. قلت لي انا واخا اللي درتي انا ما عليا مشكل ما عندي مشكل. فعلا مشيت الاتحاد الرياضي البيضاوي كان فيه ممدوح الله يرحمه ونشاف عزوز والحاج بوطيب واستقبلونا مزيان وقال لي ان شاء الله انا غادي تخرج معنا راه يكون واحد السباق تسميوه لو سورتي دو كلوب كيخرجوا كاع الفروق ديال الدار البيضاء وكيديروا واحد السباق بيناتهم. وفعلا كان هذاك النهار مشيت معاهم دار واحد السباق من طريق درت من الليل ومشينا حتى لبن سليمان. وفعلا كنت واحد المستوى جيد. هذاك وجبان دخلت الثاني وانا دخلت الرابع. ومن تما شافوني الاتحاد الرياضي البيضاوي قال لي غادي تجلس معنا وان شاء الله غادي نتهلاو فيك ونخدموك وداك الشيء. قلت لهم الله يجازيكم بخير. المهم بقينا معاهم درنا معاهم لا ليسونس بقينا
وليت كنمشي انا كنمشي لمراكش كنخدم في المطبعه، كنت كنربح 700 درهم في السيمانه، كناخذ 700 تركب فيها في الكار. ملي كيجي السبت كنمشي في الكار باش نمشي للدار البيضاء باش نشارك في السباقات، كتمشي ليا ديك 700 ما بين الكيران وداكشي، وكنرجعو ثاني نهار الحد. المهم كنجيو السباق يلاه كنمشيو معاهم واحد 20 كيلومتر 30 كيهربوا علينا المهم بقينا هكاك. و تاني كل اختا كنجيو السباقات على الطريق من بعد السيركوي وداكشي، كنمشي كنتمرن مع داك الاتحاد الرياضي البيضاوي وكيمرنونا. ومن ديك الوقت بديت كنتحسن السباقات. جا واحد السباق كان غادي يكون اول سباق دخلت فيه مزيان، كان غادي يكون في اكادير الدوني، ومشيت شاركت في السباق ومشيت مع المجموعه الاولى اللي كان فيها بلبوش الله يذكره بخير، وبعد المتسابقين اخرين وايتوبي واحد الطبقه، مشيت معاهم في المجموعه الاولى اللي كنا فيها سته المتسابقين، بقينا غاديين هكاك. المهم دخلت الرابع داك النهار، والاتحاد الرياضي البيضاوي فرحوا وقالوا لي زعما جا عندنا واحد اللاعب ممتاز وداكشي، بقينا هكاك. عاودنا مشينا لاسفي عاودتاني جيت الرابع، وقعت لي واحد الطيحه اللي طحت على وجهي وعلى هذا، رغم هذاك الشيء جلست واحد الشهر تقريبا معطوب، ولكن من بعد تاني تحسنت وبقيت غادي. ومن ثم بقيت غادي معاهم واحد الوقت، ومن بعد بديت كنشارك في السباقات خارج الوطن. فعلا مشيت لتونس وفزت بالطواف ديال تونس، وجيت للمغرب كانت بطولة المغرب فزت بها حتى هي، ومن ثم تبارك الله المستوى ديالي ترفع مزيان. ومشيت لفرنسا وفزت بثلاثة سباقات في فرنسا، في كليرمون فيرون، في ريون، في كراي ولا بروتان، ومشيت للتور ديال سويسرا وشاركت في التور ديال تور دي لافونير. هذاك الطواف التور دي لافونير هو منين كيطلعوا المحترفين، اللي كمل في ذاك الطواف تيطلع المحترفين. ومن ثم بدات تحصل الامور، وكان واحد المستوى عالي الحمد لله، وتحسنت الامور. وواحد السباق تنعقل عليه جيت شاركت في واحد السباق في مراكش، وانا فزت بالسباق نهار زاد عندي واحد الولد سميتو مروان، فزت واحد السباق وكتبت في الجورنال بان هذا السباق تنهدي لولدي مروان الله يحفظه. ومن ثم بقات المسيره غاديه واحد المستوى عالي، وشاركت في سباقات داخل وخارج الوطن، شاركت في طواف المغرب. ومن بعد الاتحاد الرياضي البيضاوي شاركت مع المنتخب تقريبا 9 سنوات حتى 1989. المهم مع المنتخب حققت شاركت في 25 طواف، فيهم 5 ديال المغرب، 4 ديال تشيكوسلوفاكيا، و5 ديال بولونيا، وطواف السلام، والتور ديال سويسرا غران بري لا بروتان. وهذا كيعني بان هذا الشيء اللي دوزت في الطوافات زاد لي واحد القيمه كثيره. ومن بعد منها كملت المسيره ديال الرياضه ديالي، ومشيت لمدرب الامارات واشتغلت تمايا 3 سنوات، والحمد لله حققنا نتيجه كبيره تما. انا كنت معول كنت غادي نشتغل واحد السنه، ومع ربحنا كاس رئيس سمو رئيس الدوله نادوا الوزاره تما داروا اجتماع قال لي باش تكمل معنا واحد السنتين. قلت لهم الا ممكن خصني نجيب الاولاد ديالي، وفعلا ساعدوني وديت الاولاد ديالي ودرت 3 سنوات تما، وجيت الحمد لله كانت المسيره موفقه. وغادي نهضر على واحد القضيه كانت وقعت ليا. ف انا هذيك الوقت يلا
ربحت التور ديال تونس، جيت واحد 12 يوم من الطواف ديال تونس، وجيت شاركت في بطولات المغرب فاللي دازت في حدا اوتيل سويس اللي كانت فيها 170 كيلومتر، اللي كانت فيها 35 دورة. والحمد لله ملي كنت كنسخن انا ونجاري وبعض المتسابقين، قال لي نجاري دابا الا بغيتي تكمل هاد البارماريس ديالك هاد السنة، انت فزتي في طواف المغرب وفزتي بستة السباقات، خصك تفوز بالبطولة باش يكون عندك واحد البارماريس ديال هاد السنة ديال 1982 زوين. قلت لي السي مصطفى، حنا نهار كنا مشينا للطواف حنا ما كناش معولين باش نفوزوا بالطواف، كنا مشينا بروفيزوار وجاب الله التيسير وفزنا بالطواف، والحمد لله حتى هاد الشامبيونا الى بغى الله راه غادي نفوزوا بها. وفعلا شاركت وجاب الله التيسير وفزت بها. ملي فزت بها جا واحد الوقت واحد السيد الله يرحمه قال لي راك خونتي دورة. قلت لي كيفاش انا غنخون دورة وانا فايز بالطواف ديال تونس مع الاجانب والعرب كلهما، ونجي للمغرب ونخون دورة؟ علاش انا قلت لي قبل ملي بقاو ربع الدورات كنت غادي نزل، حتى جا عندي الحاج ممدوح الله يرحمه وقال لي فافا تيفافيغ لك تخيام بلاص، وبقيت غادي. ومن بعد مشيت شديت الرحيلي، شديت النجاري، شديت العدلاوي، فزت بالبطولة. وهذا الشيء راه ملي قال لي خونتي الدورة قلت لي عيط على شي حكم شافني وداك الشيء، وجا واحد فرنسي ويقول لي اسكو سي كوغور إلي باسي، قال لي وي سي كوغور فوالا إلي نو لا ليست إلي باسي. قلت لي اشنو بغيتي؟ وجا النجاري قال لي سولو واش قال لي واش عيطو فقاش شدك؟ جا الرحيلي قال لي قال شدني راه داس وراه هو اللي ربح. ورغم داك الشيء دازت المدة قالوا لي لا انت ماشي ربحتي، دازت المدة انا بقيت تنبكي ستريكو. المهم موقعش واحد هذاك. ومن بعد جا عندي الغد ليه نجاري للدار ويجيب لي واحد الكوب، قال لي انت عزيز عليا وين عطيك هذا الكوب؟ وانا عرفت هذاك الكوب بان ديال البطولة، ما هو تبارك الله عنده 200 كوب، تيشوف واحد الكوب ماشي ديالو جابو ليا. وهذا الشيء اللي وقع ليا، وانا تنسمح هذوك الناس الله يسمح لهم الله يغفر لنا ولهم. ونجاري بطل وراه دوزت مع لا كارير ديال الاخرى، هو كان هو كان هو المدرب ديالي، هو اللي ساعدني في عده كيفاش نتمرن معاه. هو كان تبارك الله كان تيدوز ديك ديما 3 شهور في فرنسا، كان هو استاد وكان كي يوريني كيفاش التدريبات وتبارك الله كنت مروه بنقول لكم ديال الدوري ديال سباق الدرجات حققت بها بزاف ديال الانجازات داخل الوطن وخارج الوطن، وهذا من ضمنهم هذا الكاس اللي ديال كاس العرش اللي حتى عنده واحد القيمه عندنا في المغرب كبيره، كاس العرش. ما تنساوش تكليكيو على الاشتراك على قناة صحيفة 24، وكيف ما تنساوش زورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.